Alors ce sont des papiers, les gars sont toi là. Alors je te remercie, 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 je داخل ديالي بان هذا المجلس يعتبر أسوأ محطه في الجماعه الترابيه منذ تاسيس اول جماعه ترابيه الى حدود الساعه. مجلس غير متجانس، مجلس يطغى عليه العشوائيه الارتجاليه، ما عندوش درايه والمام بطبيعه المشاكل، والتحالف هو تحالف هجين. علاش؟ كانت عنده قراءه معينه، كانت فيه املاءات، كانت مجموعه من الاعتبارات. فالوضع الحالي الشاد هو اعتبره عادي. علاش؟ لان ما كاينش فيه تصور واضح ورؤى واضحه لطبيعه المكون، وهذا ما يعتذر له. فالرئيس يعتمد منطق ديال السير كانه يسير احدى شركاته، وبالتالي محيطه قد نفر منه. لماذا؟ هذا هو السؤال. لاش الاغلبيه اللي كانت عنده كمر بها مقررات وهذه؟ السؤال كيطرح نفسه، اين ذهبت؟ وما هي الاسباب والخلفيات في هذا الشرخ؟ هذا السؤال قد يجاوبك عليه هو. انا لو كنت بلاصتو كنت قدمت الاستقاله ديالي بشحال هذا. اذا اعتقد بان احنا ما كاين 22 مقابل 17، تم رفض النقاط، تيقول لك لا حتى الرفض هو خصو الاغلبيه النسبيه، خصو الاغلبيه المطلقه. هذا خطير، هذا ضرب 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 صريح في المقتضيات القانونيه في القانون التنظيمي 113/14. الا ما كانش فاهم القانون يجي بجميع الناس اللي يفسروا له القانون واللي يشرحوا له، باش ما يجيش اليوم ويبقى يخربق. هذه راه النقاط بيني وبينك خاصو يكون هو فاهمه وخاصو يكون دارسه ويعطينا مبررات، ويعطينا مبررات علاش. احنا ضد السير وضد القرارات ديال الرئيس، لانها غادا ضد المشروع التنموي اللي اقره صاحب الجلاله. كنلمسوا هذا الشيء، وهذا الشيء بيني، هذا الشيء اشنو كيهدد؟ كيهدد الامن والسكينه العامه ديال المدينه. حنا بغينا هذا الحوار يكون ديمقراطي ويكون فعال ويكون منتج داخل المجلس، لان هادشي اللي صوتوا على الناس. والدستور المغربي ملي يعني اسس الجماعه الترابيه وكذا، الهدف هو ان الحوار يكون ديمقراطي وبناء ومثمر، ويكون تيصب في الاتجاه ديال التنمية ديال الجماعات الترابية. السيد لا يفقه شيء في القانون، لا يفقه شيء في القانون. النقاط اللي جاب ماشي نقاط كتهم الساكنة، خص نقاط اللي كتهم الساكنة. خصنا نشوفوا نقاط، أما النقاط اللي كتجيب ديال التدبير المفوض، شنو هو التدبير المفوض؟ التدبير المفوض هو ريع سياسي. نصيحتنا للرئيس هو أنه يطبق القانون اللي كيطبقوا القانون ديال المجالس الجماعيه. انا هذا السيد كيدير ما كاينش دوره اللي هي قانونيه، وما كاينش نقاط اللي هما قانونيين، كيدير نقاط غير كيجي وكيبغي يفرض الراي ديالو وصافي. هذا هو اللي كيبغي يفرض الراي ديالو. لا اكفس مجلس وكنقولها وكنتحمل مسؤوليتي هو هذا المجلس. هذا ما فهمت والو. انا الناس ما عرفتش شنو باغيه بالعربيه، تعربت ما عرفتش شنو باغي هاد المجلس، ما عرفتش شنو باغيين. شنو بغيتي تفهم؟ انا فهمو شنو واقع. شنو واقع؟ سوء التدبير ديال الرئيس وعدم توفروش على الوثائق ذات صله من القانون، الماده 35 من القانون المنظم 114/13. ما كيستعملوش الوثائق، واش غنجي نبدا نصوت؟ ما يمكنش. هذه راه مصلحة المدينة هي الأولى، وما كنشوفوش شنو قد كاع مصلحة المدينة، كنشوفو مصلحة ديال شي حاجة أخرى ما واضحاش وما كيوضحهاش الرئيس. نهار اللي كتوضح لنا الرؤية غنزيدو نوضحو لكم أكثر، ولا بغيتي تعرف تسول؟
تير سول الراعي. شي اللي وقع اليوم شي مع وشي ضد خاص اعاده النظر في هذا الشيء. هذا واش غادي نقول لك انايا حنايا مع التنميه المدينه ديالنا غير هما النقط، لان هاد النقط هادو اللي تم الرفض ديالهم خاص وثائق اللي كي خاص مراجعه ديال الوثائق باش الانسان يتقنع باش يقول نعم. وهادشي اللي كاين الراي ديالي واش غنقول لك هادشي ان شاء الله نتمنى يكون واحد التغيير عاوتاني من جديد. نتمنى الجميع يفكر ويفكروا في الطريقه ديال العمل، هاد العمل نغيروه ما بقاوش في هاد الطريقه، لان الطريقه هذه لا تبشر بخير وما كتخدمش لمصلحه هاد المدينه. حنا جايين باش نخدموا المصالح ديال الساكنه ديال المدينه، ولهذا نتمنى هادشي يتغير، ونتمنى تكون شي نتمنى السلطه المحليه تتحمل المسؤوليه ديالها بما جرى، لان هادشي غير عادي. اذا كاين شي حاجه اللي حنا ما عرفناهاش نتمنى المجموعه ديال 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 الاغلبيه تبقى مجموعه، لان المجموعه الاغلبيه بما فيهم النواب بما فيهم المجموعه ديال الرئيس، ومن هنا كاين الخلل، هنا في كاين الخلل. ولذا نتمنى المجموعه ديال الرئيس تجمع وتكون معنا في الاغلبيه، ونتمنى الاغلبيه تعاود تصحح المسار ديالها. وشكرا. وحنا عبرنا على الموقف ديالنا حنا كاعضاء ديال فيدراليه اليسار، حنا ثلاثه الاعضاء كنقولوا بان المشاكل ديال مدينه تماره خصها تحظى بالاولويه، وما يكونش فقط منطق ديال مصلحتي انا اولا والساكنه الى الجحيم. دونك حنا بالنسبه لنا لا غنناقشوا الرياضه، غنناقشوا جميع الرياضات، غنناقشوا جميع الفرق، لا غنناقشوا تفويت الاراضي، فالاراضي خصها تفوت اولا للساكنه، وخصها تفوت اولا للمشاريع اللي غادي تخدم ولاد المدينه، واللي غادي يمكن يكون فيها الاستثمار في العنصر البشري. عندنا اعداد هائله من 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 من, من الشباب اللي هو بدون عمل بدون تاهيل، ما عندناش جامعات، ما عندناش مراكز ديال التكوين، بمعنى هذه القضايا هي اللي خصها تكون محط نقاش باش يكون الاستثمار في المدينه، وتكون مدينه لان عندها مداخل وعندها امكانيات. ما يمكنش نضيعوا هذه الفلوس نعطيو لهذه الفرقه، نعطيو لهذه الجمعيه، نعطيو لهذه الجهه، بينما الماليه ديال الجماعه ديال تماره خاص ولاد تماره هما اللي يستافدوا منها. سقوط النقد كامله هي سابقه تاريخيه في تاريخ المجالس، شنو رايكم نتوما؟ الراي ديالي واضح، انا دابا باقي جديد في هذه السياسه اصلا، اول مره تنشوف يعني جميع الاشياء اللي تنشوفها دابا تتلقى هذه اللعبه ديال السياسه. ضروري خاص تكون عندك واحد الاغلبيه قبل، والاغلبيه العدديه هي اللي تقول الكلمه ديالها. اذا مادام رئيس ما قويش اللي يقدر يدير اغلبيه ديالو، صعيب عليه باش يدير اي نقطه. هو المثل القديم شي يقول لك اسد يقود مجموعه من الوعول خير من مجموعه من الاسود يقودهم وعل. ما يمكنش يتمشى. إذن أول شيء هي الرئاسة خصها تكون رئيس قوي. عادي المجلس أصلا البداية ديالو كانت متعثرة من نهار التشكيل ديالو غير منسجم، طبيعي أننا نوصلوا لهذ النتيجة هذه، لأنه ما كاينش واحد الانسجام، ما كاينش واحد الرؤية واضحة. إذن وصلنا لهذ النتيجة ديال أن الرئيس الآن فقد أغلبيته، هذا واضح، لأنه لا يعقل أنه يجيب هذه النقاط هذه ويتم التصويت عليها بالرفض. إذا الأغلبية مفقودة عند الرئيس، خصو يراجع الأوراق ديالو ويصحح المسار ديالو إذا كانت هناك إمكانية ديال التصحيح. حنا كمعارضة راه الدور ديالنا كنقوم به، الدور ديالنا هو أننا قوة اقتراحية، وأننا ننبه، كنحضروا للدورات باش كنعبروا على ما كيف ينبغي أن يسير المجلس الجماعي. أما التدبير هذه راه مسؤولية الرئيس، هو خصو يتحمل مسؤولية ما وصل إليه المجلس إلى حدود هذه اللحظة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.